الاعدادي والثانوي والجامعه. يا رب والله انت زوجتك اخت ما شاء الله وشغاله في الدعوه وهتشتغل بتزق في شغل النساء ما شاء الله. والله انت تقدر تخدم في المجال السياسي وتقدر كده تجيب للناس مصالحهم وتسعى. شد حيلك والله انت هتصلح بين الناس تمام. والله انت هتعمل كذا. المهم يكون عندك عمل. ليه؟ لان الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وانت موقوف مسؤول محاسب. والانفاس تعد والرحال تشد والعارية ترد والتراب ينتظر الخد. قال الله انما نعد لهم عدا. فاخر العدد خروج النفس، اخر العدد وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك انت لازم تعمل، لازم يكون عندك رصيد من العمل الصالح، لازم يكون عندك رصيد من الطاعة، لازم يكون عندك استغفار وذكر وطاعة وعمل صالح. وخلي بالك اوعى وقتك يتسرق منك ويضيع منك ويضيع وقتك ويضيع رأس مالك. لأن دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. والله عز وجل في القرآن قال لك والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في عدم ربح. إلا من يرب، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلي بالك الأمر خطير، الأمر خطير. لذلك أنت محتاج تهتم بأعمالك، صلاة الفجر، مصحفك، طاعتك، تربيتك لأولاده. خلي بالك الأمر صعب. عندك 3-4 بنات، خلي بالك الأمر دلوقتي في المدارس البنت اللي ما بتحبش بيقولوا عليها إيه؟ متوحدة. يعني إيه متوحدة؟ المريضة مع. والشاب اللي في الجامعة مالوش علاقة بيسموه عاطف. يعني عاطف؟ يقول لك عاطف. لكن الشاب التاني اللي هو بيبص للبنات بيقول لك إيه ده؟ بيعمل كراش. يعني كراش يعني بيبص كده من بعيد ومش عارف إيه. والشباب الوضع صعب.